السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الكرام، كنتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، كنتمنى تتبعوه لأنه غادي يكون مفيد للناس اللي كيبغاو يديروا مشروع من ديرهم، والناس اللي كيخدموا في الصناكات وفي المقاهي وفي المحلابات ومخبازات. راه فيديو كما تنقول لكم، الناس بزاف كيبغيو يتقداو السلعة باش يبداو يخدموا وتيكونوا حايرين. دخلوا شوفوا الفيديوهات ديالي. كما تنقول لكم، انا كنحط ديما السلعه، مستلزمات الحلويات، مستلزمات السناكات، المحلبات، المخابز. دخلوا شوفوا، معرفه الاشياء خير من جهلها. كما كتشوفوا معايا اليوم كاين ان شاء الله غادي نبدا بالبورتي ديال الكارتون او العلب ديال الكارتون اللي كنمشيو كنبغي ناخذوا بيتزا، وكيعطينا صاحب السناك او مول المحل ديال البيتزا كيعطيها لنا فيها لومبالاج، كيتسمى بالبورتي. البورتي، الناس اللي بايديروا مشروع وبيخدموا، راه فيه بزاف ديال الاحجام، فيه 24 26 28 29 30 31 وما فوق. ولكن اللي كيخدم بزاف وكتخرج بزاف هي 24 و26. اما بالنسبه ل 29 وال31 هادوك تيكونوا بحال في المطاعم، بحال في الريستورات، بحال شي واحد مثلا طالبه ويديها معاه. اما الاغلبيه اللي كتكون كتسرب بزاف كتخرج هي 24 و26. والاثمنه ما محدداش، لان دابا كتعرفوا السوق راه طالع هابط، خطره كتكون ب 15 و60، خطره 15، خطره، المهم السوق راه طالع هابط. بالنسبه للكارتون كما كتشوفوا فيه الاشكال، راه داز الاول ديال الفيديو، فيه شكيلات، فيه الاشكال، كل خطره والشركه وشنو كتخرج. شركه طاليان، انا كنتعامل مع الشركه ديال طاليان، المنتوج ديالها زوين والحمد لله. الكارتون ديالها، البورتي ديالها، كنتعامل مع السناكات الحمد لله، المنتوج تاعها زوين. كاين معنا ليصوص، ليصوص ديال الشطه، وليصوص ديال سميتو، بزاف ديال ليصوص عندنا. المهم كما كتشوفوا كاع ليصوص كاينين، الكيتشوب، سميتو الكيتشوب ستار والشطه. كما كتشوفوا كاينين ديال 2 لتر وكاين ديال 5 لتر، وتا هو على حسب الثمن. دابا حاليا هاد 2 لتر كيدير 23، وديال 5 لتر كيدير 45، كما كنقول لكم على حسب السوق. كما تشوفوا معنا ليصوص، معنا كاين ليصوص ديال الشوكولا بحسب الناس اللي كيخدموا العواصير والعصائر وصحاب المخبازات وصحاب الناس اللي كيبيعوا هكذا، المتجولين تحتاجوا لهذا سميتو، لهذا لاصوص الشوكولا. وحتى صحاب الكلاص حتى هما كياخذوه، وحتى هو زوين. هذا راه كاين فيه هذا الكبير ديال ليتر، وكاين فيه داك الصغير، ان شاء الله غنصوروا معكم. بالنسبه لليصوص ديال السناكات ديال البيتزات وديال سميتو، كاينه انجيريان، كاينه بيك بيكي، كاينه اندلس، بزاف ديال. المهم انا كنحط الحاجه اللي كيكون تيطلب ليا الكليان في المحل عندي، هادو هما بزاف اللي كيطلبوا بزاف، انجيريان وبيك بيكي واندلس. هادو كما تنقول لك تيخرجوا على مدار السنه. اما ليصوص الاخرين تيكونوا هادوك بحال في رمضان، هادوك تيكونوا عليهم اقبال في رمضان. كاين بحال واحد لاصوص ديال الشوا، كاين ديال البروشيت كاين، ولكن هادوك تيكونوا في رمضان بزاف، وملي كيكون تيقرب عيد الاضحى. اما دابا بالنسبه للناس اللي كنخدموا معاهم دائما، الناس اللي كيديروا مشاريع من المنازل ديالهم، من البيت ديالهم، هادو هما تقريبا اللي كياخذوا بزاف من عندنا. هاد لاصوص مع هاد لاصوص ديال انجيريان، بيك بيكي، اندلس، هادو راه كيخرجوا. وكما قلت لكم الثمن ديالهم راه داير 33 ولتر، وكاين حتى هما فيهم الصغار، ولكن انا كما كنقول لكم تنخدم مع السناك وداكشي كنجيب عاد الحجم هذا.
بالنسبه للناس اللي كتخدم بالبورتي ديال الالومنيو حتى هو كاين في الاشكال ديالو. شنهار ان شاء الله ندير لكم فيديو كل حجم بوحدو ونصوره لكم. كاين فيه القياسات كل قياس بوحدو، وحتى هو كما قلت لكم الاثمنه من 10 للفوق، من 10 للفوق. وكما كتشوفوا دابا السلعه دابا راه كلها تزادت وكلها طلعت، ما بقاتش السلعه كي كانت في الاول، راه الاثمنه راه تبدلات. كما كتشوفوا هادو كيخدموا فيهم بزاف اصحاب الريستورو، اصحاب المقاهي، حتى سناكات كيخدموا بهم بزاف، تيخرجوا بهم لي كوموند ديالهم، وكيكون هكا ناس كيخدموا لي كوموند ديالهم، كيديروا دوك الوجبات السريعه حتى هما راه كياخذوهم عندنا، حتى هما تيخدموا بهم. الله يعاونهم والله يسهل عليهم. كما تنقول لكم كاع اللي بغى شي حاجه ديال الحلاوه تاعت الخير الله يعاونو. وكاينين معنا كما تنقولوا المعالق ولي فورشيت والموس والمعلقه الصغيره ديال القهوه والمعلقه الكبيره ديال كما كتشوفوا ديال البورتي تاع هي، حتى هي كما كنقول لكم كاين حتى هي من 10 للفوق. الاثمنه راه ما محدداش، وكتعرفوا السوق راه كيطلع وكيهبط. المهم هذا الشيء اللي كيخص اصحاب المقاهي واصحاب السناكات واصحاب الاوتيلات، اصحاب اللي كيديروا وجبات سريعه من المنازل ديالهم كيخدموهم الله يعاونهم. وكاين البونيه، كتعرفوا البونيه دابا ولات ضروريه، ما كاينش شي سناك ما كاينش شي بلاصه انهم ضروري ما كيخدموا الشباب ولا الاولاد اللي كيكونوا خدامين، اللي شاف اللي خدامين في الكوزينه انه كيحتاج البونيه. ها هي البونيه، حنا كنبيعوا يا اما بغى لومبالاج كامل كتكون فيها ما بين، كاينه اللي فيها 50 بياسه وكاينه فيها 100 بياسه. وكما تنقول ديما الكليان انا ملي كيجي عندي المحل راه 100 بياسه ملي كتاخذها ماشي بحال ملي كتاخذ 50، وملي كتاخذ 50 ماشي بحال ملي كتاخذ بالبياسه. هذه خص الكليان يكون عارفه. دابا كيجي شي واحد يقول لك لا راه قلتي كذا كذا، تنقول لهم لا راه ما يمكنش، راه ملي كتحل كتولي ديطاي كما كنبيعها بالتقسيط راه ماشي بحال ملي كنبيع 100 بياسه كامله، راه نقدر نبيع لك بواحد الثمن اللي يجيك نتايا ماشي بحال ملي نبيع لك بالديطاي بالتقسيط كما تنسموا حنا بالتقسيط. هاد البونيه راه كاين فيها اللون الابيض وكاين فيها اللون الازرق وفيها حتى اللون الاسود. بالنسبه للكاس ديال العصير الكاس بورتي، هذا الكاس 14 و16، هذا الكاس ديال العصير اللي كيحتاجو صحاب العصير اللي كيديروا فيه الكوكتيل ديال العصير باناشي وسميتو. وكاينه هاد البواطه هادي كتسمى بالبواط صوص، معروفه راه كيجيو كياخذوها كيقول لك اعطيني غير بواط صوص صافي، راه معروفه كيديروا فيها الصوص وكياخذوها من عند حتى صحاب مستلزمات الحلويات، كيديروا فيها العقيق، كيديروا فيها سميتو البودر، كيديروا فيها النكهات، حتى هي كياخذوها من عندنا. عندها زعما بزاف الاستعمالات. وكما قلت لكم بالنسبه للكاس ديال العصير كاين فيه 14 وفيه 16 هما اللي انا كيخرج عندي بزاف، وكاين السامبل وكاين اللي مزوق بلي فروي. كما تنقول لكم اللي بغى شي حاجه او لا بغيت ولا شي حاجه يدخل عندي الصفحه عندي ويدخل ياخذ الرقم ديال الهاتف ديالي، مرحبا و6000 مرحبا. اللي بغى يخدم على راسو، اللي بغى يدير مشروع، اللي بغى شي حاجه مرحبا و6000 مرحبا. ماشي بشرط انني نبيع ليك صافي، راه انني الا انسان يدخل ويخدم على راسو، بيدير مشروع تاع الماكولات السريعه، بيدير شحال من حاجه، يدخل وبيسول على الاثمنه، مرحبا و6000 مرحبا. وكنبيعو حتى بالجمله، اللي بغى شي حاجه كثيره كونتيتي كبيره راه كنتعاملوا معاه كنخدموا معاه بالجمله، تيكون ثاني الثمن كاين فيه فرق. والسلام عليكم ورحمه الله.